أعلنت النيابة العامة إحالة مواطنين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمدا بمركبتيهما، وأوضحت النيابة أن إجراءات التحقيق كشفت عن قيام المتهمين بالقيادة بسرعة عالية تخل بالسلامة العامة وانحراف أحدهما على الآخر عمدا إثر خلافات سابقة، ما أدى إلى وفاة أحد الركاب والتسبب بإصابة الآخرين، حيث جرى إيقاف المتهمين بدعوى التسبب في وفاة المجني عليه عمدا والمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الصدد. وللحديث أكثر قانونيا ينضم معنا عبر الهاتف المحامي الأستاذ ناصر العلي. بداية الأستاذ ناصر، رحب بك معنا. أستاذ ناصر، بما يمكن وصف هذه الحادثة قانونيا؟ أتحدث عن هذا السلوك من الشباب. أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم. في بعد الأمر، هذه من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف استرادا على قرار رقم 1 الصادر للنائب العام بتاريخ 1/1/1442، وهذه جريمة موجبة للتوقيف كونه تعدى من مجرد حادث مروري إلى حادث فيه تعمد ومحاولة إصابات الآخرين على الطريق. طيب أستاذ ناصر، إلى أي مدى يمكن أن يرتفع سقف التجريم في هذه الجناية؟ طبعا هي تنقسم، في حادث مروري بسيط وفي حادث جسيم وفي حادث اللي ينتج عنه عمد. قد تصل العقوبة أحيانا في الحوادث المتعمدة إذا توفرت الأدلة في الأوراق، إذا كان في تعمد تصل أحيانا إلى عقوبة القتل إذا كان في تعمد. نعم، لأن البعض أتحدثون عن فئة الشباب قد يظن بأن كل ما يتعلق بالحوادث المرورية العقوبة قد لا تتجاوز السجن لسنوات، هل هذا المفهوم صحيح؟ لا طبعا تختلف، يعني قائد المركبة مسؤول حتى عن إهماله أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة، وقد تصل العقوبة فيها إلى 4 سنوات وغرامة 200,000 ريال وفقا لنظام المرور في المادة 62 من النظام، انه اللي يرتكب الحادث متعديا او مفرطا يكون بيعاقب بالسجن مده لا تزيد عن 4 سنوات وغرامه ماليه تزيد على 200,000. فقائد المركبه هو مسؤول عن المركبه حتى في الاهمال او قله الاحتراز، فهو محاسب قانونيا. طيب بشكل واضح اكثر استاذ ناصر، شخص تسبب من خلال حادث مروري بمقتل شخص، ما هي العقوبه المنتظره والمتوقعه؟ عمدا اتحدث هنا. إذا كان عمدا، إذا تحدثنا هنا عن الانحراف بالمركبة بشكل متعمد على مركبة أخرى نتج عنه ذلك. نعم، هنا انتفى ركن الخطأ أو ركن الإهمال أو ركن قلة الاحتراز، وصار هنا في ركن العمدية في 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 الحادث هذا، فتصل العقوبة إلى القتل أو السجن المشدد. نعم. طيب وأنت مختص في هذا المجال، أتحدث عن المجال القانوني، كلمة توجهها للشباب من ثوابت وركائز قانونية؟ نعم، أول شيء يجب على الجميع أن يتبع الأنظمة وعلى الطريق والسير وفق السرعة المحددة، والعقوبات ما هي سهلة في نظام المرور، عقوبات زي ما ذكرت لك حتى الإهمال أو قلة الاحتراز يحاسب عليها، فيجب على الجميع أن ينتبه ويتمسك بالسرعة المحددة لمرسومة للطريق، وأيضا عدم استخدام المركبات لتصفية حسابات شخصية فهي ليست مجال للعبث والمزاح. إذا جزيل الشكر للمحامي الأستاذ ناصر العلي، كان معنا هاتفيا، شكرا لك.